مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الاثنين السابع من شهر أغسطس آب 2023. مشروع قانون صارم لترحيل أفراد العشائر. من أجل تفكيك الهياكل العشائرية في ألمانيا بسهولة أكبر، تريد وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزا ترحيل أفراد العشائر حتى لو لم يرتكبوا أي جرائم، يعني تريد سحب إقامات أعضاء مجتمعات الجريمة المنظمة حتى لو لم يكن هناك إدانة جنائية بحقهم. وبحسب الخطط سيتم إدراج فقرة جديدة في القانون تسمح بطرد الأجنبي الذي ينتمي أو انتمى في السابق إلى منظمة إجرامية. جدير بالذكر أنه سيتم في المستقبل السماح بحجز الأجانب لمدة تصل إلى 28 يوما من أجل الاستعداد لترحيلهم. المعارضة تضع خطة من 5 نقاط لإغاثة الاقتصاد. تريد المعارضة الممثلة بحزبي CDU وCSU إغاثة المواطنين والشركات عن طريق خطة فورية مؤلفة من 5 نقاط. 1- خفض تكاليف الطاقة على الفور للجميع عن طريق خفض ضريبة الكهرباء ورسوم الشبكة. 2- وقف جميع القوانين الجديدة التي تخلق بيروقراطية وخاصة أثناء الأزمات. 3- احترام العمل والاجتهاد من خلال إعفاء العمل الإضافي من الضرائب بأثر فوري. 4- احترام الملكية من خلال خفض ضريبة نقل العقارات وإيقاف قانون التدفئة وإلغاء ضريبة الميراث على منزل الوالدين. 5- دعم الابتكار والبحث من خلال فرض ضرائب أقل على ما يسمى بالأرباح المحتجزة للشركات، أي الأموال المخصصة لإعادة الاستثمار. جدير بالذكر أنه في ضوء الانكماش الاقتصادي تطالب المعارضة بإجراءات مضادة وسريعة من الحكومة الاتحادية، حيث أن الاقتصاد العالمي ينمو في الخارج ولكن ألمانيا تتراجع أكثر فأكثر. خبر سار لجميع السكان. تشهد ألمانيا منذ حوالي 2 أسبوع سماء ملبدة بالغيوم وتساقط غزير للأمطار، ولكن يبدو أن الصيف سيعود لألمانيا مجددا، حيث تشير توقعات الأحوال الجوية إلى أن الطقس سيصبح أكثر دفئا خلال الأيام القادمة وستشرق الشمس في معظم الأوقات، وقد تصل درجات الحرارة إلى 25 درجة. كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم.